الحمد لله المقابله لعبنا بنروح لما في لعبوا بها وان شاء الله نكملوا واحد الدقيقه الاخرى ان شاء الله ممكن ان شاء الله نعاودوا نديروا الشامبيون ان شاء الله. وتحيه برج منال ماركي واش كاين احنا ولاد البلاد، تحيه برج منال وهذا الفوز هذا ديال انصار تلقوا معنا وان شاء الله ما يجي الخير ان شاء الله. وربي كان معنا وما خيبناش، ونشكر الجمهور ونشكر كامل الطاقم الفني ونشكر فوزي اللي هو اللي جاب لنا الماتش كامل وحده. والله شغل صافي بليزير انا نلعبوا ليه والفريق تاعنا ولي سيبورتور تاعنا يعطيكم الصحه. ادينا اللي علينا. نشكر صحابي اللي كانوا بقوة وكانوا سوليدار ما بيناتهم. نشكر سطاف تكنيك وسطاف ميديكال. نشكر ثاني الأنصار اللي تبعونا ووقفوا معنا في ليزونترينمون وجاو تبعونا وكاع. نهدي هذا الفوز للأنصار والحمد لله. للأسف نظن نقص التركيز نقص التسرع حتى نظن باللي الحارس الشاوشي يعني بالخبرة تاعه لعب دور كبير وين نظن أنقذ الفريق تاعه من 3 أو 4 أهداف محققة. هذه هي كرة القدم. نتأسفوا كنا متمنيين نروحوا لدور الثمن النهائي ولكن هذه هي كرة القدم.